ملخص الفكرة، مشاهدوك الآن في تونس على الأقل كيف ينصرون القضية؟ قلت منذ قليل نحول هذا الانفعال إلى فعل مقاومي حقيقي. نعم، في أقل من دقيقتين رجاء. هو في الحقيقة يعني أود أن أؤكد أننا نحن في لحظة فارقة، لحظة لم يسبق لها مثيل حقيقة في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي. اللحظة هاي الفارقة بالقطع بإذن الله ستنتهي بالحسم لصالح فلسطين ولصالح العرب والمسلمين، لكنها بحاجة إلى اجعلوا مع دعائكم شيئا من القطران. لا يجوز الاكتفاء فقط ببعض الفعاليات على أهميتها، لابد من سواء كان إخواننا الشعب التونسي العظيم الذي رأينا زمجرته في الشوارع وفي الميادين من أول لحظة مما حصل في قطاع غزة وتحديدا ما حصل أمس، وسائر الشعوب العربية لابد أن تسمع صوتها عاليا. والصوت العالي له مفاعيل وله أدوات، الأدوات التقليدية التي درجت عليها الأمور فيما مضى لم تعد صالحة حقيقة من الآن فصاعدا. اللحظة الفارقة تقتضي أن تكون هناك أدوات فارقة وأدوات يعني تعمل تغيير حقيقي في الميدان. نعم. وتعمل تغيير حقيقي على الساحة الدولية وتسمع هذا العالم الأصم أن هناك أناسا ليسوا أتباع، هناك هم لا يسمعوننا. الغرب وبايدن وسائر حكام الغرب عموما ينظرون إلينا كشيء غير موجود، لا يرون فينا إلا المقاوم، لا يرون فينا إلا ذاك الشخص الذي نزل إلى الميدان وعمل ما عمل وأوجعهم وأحرهم، لذلك سمعوا الصراخ وجاءوا يستنجدون. نحن نريد تضامنا عربيا وإسلاميا شبيها ولا يقل عن تضامن أولئك في المجتمع الغربي مع هذا الكيان الصهيوني. نعم. أما أن يمدوا هؤلاء، أن يمدوا الكيان بالعتاد وبالسلاح وبالرجال وبالخبرات وبالاستخبارات وبكل ما أمكنهم من مواد لقتال المجموعة الصغيرة المسمى بحماس أو المسمى بالقوم الفلسطينية في قطاع غزة ونحن نكتفي بالكلمات، أعتقد أن علينا أن نشعر ساعة إذن بالعار يجللنا إن بقينا فقط نسمع الكلمات. الناس هناك بحاجة إلى الأفعال، والأفعال ينبغي أن تسمع الأصم. إذا كان حكامنا أصم، يعني الواحد فيهم أصم، فلا بد أن تخترق أذنه ليسمع الصراخ حقيقة فيغير. نعم، يغير فعليه أن يتغير، إن لم يتغير فعليه أن يغير. لذلك ما هو مطلوب من الشارع العربي والإسلامي أن يقفز قفزة إلى الأمام، يعني أن يكتفي قليلا، أن يتوقف قليلا عن أعماله عن أشغاله ويبقى في الميادين إلى أن يحقق الفعل وأن يحقق التغيير المطلوب. نعم. والمنشود على الساحة الفلسطينية. ما عدا ذلك نحن نحكم على سكان غزة أن يكونوا هم ووحدهم تحت الجنازير المجنزرة الصهيونية والدبابة الصهيونية ليقام الواحد فيهم ليس ألفا وليس مئة وليس عشرة وليس اثنين، بل ليقاوم 10,000 و20,000. هم لم يشكوا، لم يبكوا، لم يقولوا لا، قالوا نحن لها، ولكن هل يسلمون؟ هل يخذلون؟ هذا الجواب يجب أن يسمعه الشارع العربي والمسلم، أننا لن نخذلهم ولن نسلمهم. ما نراه حتى اللحظة هو إسلام، هو إسلام لهم وخذلان لهم. علينا أن لا نخذلهم حتى لا ينطبق علينا. نعم. قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، فلا نكون نحن من خذلهم ومن خالفهم. هي فئة مضبوط في بيت المقدس وأكتافي في بيت المقدس، لكن علينا أن نقتنص هذه اللحظة لنتشرف بالانتماء إلى هذه اللحظة الفارقة في تاريخ الأمة وتاريخ الحضارة العربية. شكرا جزيلا دكتور أديب زيادة، الأكاديمي الفلسطيني المتخصص في العلاقات الدولية، وجزيل الشكر لأستاذ علي بن عرفة الدبلوماسي التونسي السابق. هكذا نأتي لختام حلقتنا، سنستمر هذا الدعم الشعبي، الضغط، نحوله من تعبئة، من حاضنة عاطفية إلى فعل مقاوم مؤسس يضغط على الحكومات من أجل أولا فضح، ونجحنا في جانب كبير فضح لآلة الدعاية الصهيونية، حتى المؤسسات الإعلامية التي كنا نظن بها خيرا ومهنية سقطت في هذا الامتحان، ثم الضغط من أجل نصرة هذا هذه الفصائل المقاومة في فلسطين وفي غزة تحديدا. ألقاكم إن شاء الله غدا بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، في أمان الله.